اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي النجوم. لو اول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار كل فيديو جديد. القصة الكاملة لأزمة الراقصة جوهرة. مدير اعمالها يفجر مفاجأة عن زواجها، وهذا مقاله عن الفيديوهات المسربة. اصبحت الراقصة الروسية أكترينا أندريفا الشهيرة بجوهرة حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو فاضحة تم تسريبها للراقصة جوهرة برفقة شاب، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول التسريبات الفاضحة للراقصة الشابة والشخص الذي وراء هذا الأمر. في ساعات قليلة أصبح اسم الراقصة جوهرة ضمن الكلمات الأكثر بحثا على جوجل بآلاف عمليات البحث، واستمر هذا الأمر حتى خرج الشاب الذي كان برفقتها في الصور والفيديوهات عن صمته، وهو شاب يدعى خالد أحمد، حيث قال عبر حسابه على انستجرام أنه متزوج من جوهرة منذ فترة وأنهما لم يفعلا أي شيء مشين، موضحا أن الصور والفيديوهات التي ينشرها عبر حسابه لتخليط بعض الذكريات معا ولتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية. وكشف خالد أحمد أن سبب تسريب الصور والفيديوهات الفاضحة هو سرقة هاتفه، مؤكدا أن مستقبله تدمر وأن والدته مرضت بسبب انتشار هذه الفيديوهات. واختتم كلامه حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، انا مستقبلي اتدمر وامي بتموت بسبب الموضوع ده، وما هي الا ساعات بعد الازمة. حتى حول الشاب المتزوج من الراقصة جوهرة حسب ما زعمه حسابه الشخص على انستجرام من امكانية متابعته من اي شخص ليصبح حساب خاص لا يستطيع أحد متابعته إلا بموافقته المسبقة. وجاءت تلك الخطوة بعد زيادة عمليات البحث على حسابه وتزايد متابعينه عقب أزمة التسريبات. جوهرة لم تكن هذه أزمتها الأولى منذ وصولها إلى مصر لاحتراف الرقص، فسنواتها القليلة داخل الأراضي المصرية كانت مليئة بالمشاكل المتتالية. ففي فبراير 2018 ألقت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار القبض على جوهرة بسبب انتشار فيديو لها وهي ترقص على مهرجان لألأ، وكانت مرتدية حينها بدلة رقص شبه عريض وغير مطابقة للمواصفات حيث تظهر فيها مفاتن جسدها وبدون شرط. اتهمت جوهرة حينها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، وألقى القبض عليها وحجزت لمدة 3 أيام وتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية، ثم تمت إحالتها للمحاكمة الجنائية. بعد وقعة بدلة الرقص الفاضحة صدر قرار بترحيل الراقصة جوهرة لخارج مصر ومنعها من دخول البلاد مجددا، ووقتها دفع محاميها عنها مؤكدا أنها دخلت إلى مصر بتصريح عمل وليس بتأشيرة سياحية مثل باقي الراقصات. وبعد وقت قصير تم وقف تنفيذ القرار واستمرت الراقصة الروسية في عملها داخل مصر. عقب أزمة ترحيلها من مصر انتشرت شائعات خلال مارس الماضي عن زواج جوهرة من شاب مصري حتى تتمكن من حل أزمتها وتستكمل عملها في مصر، لكن محاميها نفى الأمر وأكد أنها متزوجة من راقص روسي. وفي الشهر ذاته صدرت تصريحات متضاربة مع نفي المحامي، حيث
حيث أعلنت جوهرة عن طلاقها من زوجها الروسي، وأوضحت أن الانفصال وقع قبل فترة طويلة من إعلانها للأمر، ما أعاد للأذهان إمكانية أن تكون شائعة زواجها من شاب مصري أمر سهل. لم تتوقف أزمات جوهرة عند هذا الحد، ففي إبريل 2019 صدر حكم بحبس الراقصة جوهرة لمدة عام مع الشغل والنفس، وبعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور على إثر الفيديو الذي ظهرت فيه ترقص ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات، وتقدمت الراقصة الروسية بمعارضة على الحكم لكن تم رفضها. بعد صدور الحكم بحبسها انتشرت أخبار عن هروب جوهرة من مصر وسفرها إلى الخارج حتى لا تنفذ الحكم، ولم تعثر الشرطة عليها في محل إقامتها أو في أي مكان، لكن جوهرة نفت هروبها وأكدت أن اختفاؤها كان بسبب إصابتها بذبحة صدرية لم تمكنها من القدرة على الحركة أو الحديث. وفي أول رد من مدير أعمالها بعد انتشار عدة فيديوهات إباحية للراقصة الروسية جوهرة مع شاب يدعى خالد، قيل أنه زوجها خرج باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة الروسية ليوضح حقيقة الموضوع من خلال تصريح لبرنامج حضرة المواطن، ليؤكد أن ما يتردد من إشاعات غير صحيح، وأن كل ما في الأمر أن الهاتف الخاص بزوج جوهرة قد سرق وتم تسريب الفيديوهات، وأكد أن جوهرة لم يتم القبض عليها أو ترحيلها، وهي الآن في الخارج وستأتي إلى مصر خلال أيام قليلة، كما أنها مصدومة الآن مما هو قائم، ولكنها فضلت الصمت وذلك لعدم إعطاء البرنامج أكثر من حجمه. كما استشهد بأن هناك فيديوهات قد سربت مسبقا للفنانات المصريات، ولكن الفرق هنا أنها أجنبية ولا تريد أن يأخذ البعض عنها صورة خاطئة. كما أكد أن الشخص الذي ظهر بصحبتها في الفيديو ويدعى خالد هو بالفعل زوجها، وأوضح أن علاقته بجوهرة هي علاقة عمل فقط، وقال: كنت أعلم بزواجها ولكن لم تكن لي أي علاقة بخالد زوجها. وأفاد بأن جوهرة بالفعل صدر ضدها حكم بسنة حبس، ولكن ليس حكما نهائيا بل تحت الاستئناف. وكان أول تعليق من الراقصة جوهرة بعد أزمة الفيديوهات: فقد قدمت الراقصة الروسية جوهرة الشكر لجمهورها، وذلك في أول تعليق لها بعد أزمة مقاطع الفيديو الإباحية المسربة والتي أحدثت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقالت جوهرة عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أشكركم على قلوبكم البيضاء وموقفكم الرائع، حبكم لي غير محدود وأنا ممتنة بذلك. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو إباحي نصب للراقصة الروسية والذي انتشر على نطاق واسع من خلال السوشيال ميديا لتثير جوهرة الجدل خلال الساعات الماضية، وهو الأمر الذي دفع شابا يدعى خالد أحمد تبين أنه الشخص الذي ظهر معها خلال الفيديو للخروج عن صمته. وأكد خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام مستخدما خاصية الستوري أو القصة القصيرة أنه متزوج من جوهرة وليس صديقا لها كما تداول البعض. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جمهور في الدنيا. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد.
شكرا لكم وإلى اللقاء.